وفي ذات السياق أشار سعادة السيد رضا حاجي رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة من باريس، أشار إلى أن دعم جلالة الملك المعظم للرياضيين البحرينيين هو سبب في تحقيق هذه الانتصارات في أولمبياد باريس. لا محدود المستمر سلام كالله كان له فعلا بالكثير الأثر جدا الجبار. يعني احنا كان اللاعب عندنا هو في لحظة من اللحظات كان عنده إصابة، لكن وجود سيدي اسمه الشيخ خالد، وجوده معاه في الملعب في غرفة التدريب والتبديل وانه يعطي الحافز، هذه كان له فعلا الاثر الجبار اللي يطلع له على قولتنا احنا نقول هالبوست اللي طلع من اللاعب، كان تشجيع حافز قوي جدا، تغلب على اللاعب الامريكي الحمد لله بفارق، وبعدين من عقبها في الفاينل الحمد لله وخذيناها في 20 ثانيه تقريبا سلمك الله. فوجود القياده الرشيده دائما معنا هي الدافع الاول اللي يخلي الرياضه والرياضيين كلهم يدفعون للامام ويعملون بجد للحصول وللوصول الى هذه المستويات اللي احنا فيه، اللي هي 4 ميداليات الحمد لله، 2 ذهبيه وفضيه وبرونزيه،